الخوت نطير هاد الكاميرا اللي ما استفدنا بها حتى حاجه فاش درنا لك السيده ونركبوا الاخرى ان شاء الله. راه كيقول لك عند رخصو تخلي نص. من بعد ما ضربوا لي الطوموبيله وهربوا ما استفدت حتى شي حاجه الخوت من عند البوليس، لحيت الكاميرا اللي كانت في الطوموبيله ما فيهاش باركين مود. طريت انا نشري هاد الكاميرا اللي دايره ب 150 دولار الخوت فيها باركين مود، يعني الطوموبيله واخا ما تكونش امارش كتسجل فيديو. معنا نوريكم فيوتشر اللي كاينين في هاد الكاميرا هادي وعلاش دايره ب 150 دولار. اجي تشوفوا معايا. هاد الصين عاطين ولك باش تلصقوا في الطوموبيله باش تعلم بنادم ان الطوموبيله راه كتفيلم، يعني هادي كتخلع بنادم واحد الشويه. قايد اخر حتى هويا كما كتشوفوا يعني بجميع اللغات او شكت ما كاينش اللي كيقرا هذا باش تكونوا واضحين. صافي هنايا كتلقى الكاميرا خوش. هاهي هذا الشارجور اخوت، هذه الكاميرا اللورانيه، هذه الكاميرا القداميه ها هي، وهذه ليكرون اخوت كيف ما كتشوفوا. المهم دابا غنبرونشيوها اخوت مع الطوموبيله ونوريكم الكاليتي ديال الفيديو كيفاش داير. بالنسبه للناس اللي ما شافوش داك الفيديو ديال داك خوني ضربني وهرب، هاد الضربه اخوت كيف ما كتشوفوا خسرات لي الطوموبيله الصراحه. انتم شوش دابا خاصني نبدل هاد الفندر كامل، خاصني نبدل هاد الستيكرز هما اللي كتشوفوا فيهم ونعاود نسبق الطوموبيله من هاد الجناب. كرش من موار كتركب هنا ها هي اخوت، نوريكم كيفاش كتركب. وحاولوا ضروري دبروا على شي كرش من موار تكون كبيره شويه باش تبقى تريكوردي لكم بزاف. 32 جيجا هادي كما كتشوفوا ها هي صافي وسد عليها. دابا غنبرونشيوها اخوت مع الضو ان شاء الله ونوريكم الكاليتي ديال التصوير كيفاش داير. المهم خوت ها هو برونشينا الخيط دابا، هذه الكاميرا القداميه كيف ما كتشوفوا وهذه الكاميرا اللورانيه. شوفوا الكاليتي الخوت ديال الفيديو بالليل، ها انتم يا شوفوا الكاميرا ديال برا كيفاش كتبين. قرب وحده الطوموبيله نشوفوا واش غنشوفوا البلاكه ولا لا. هاي شوفوا كيفاش كتبان الكاميرا الدخلانيه وشوفوا كيفاش كتبان الكاميرا ديال برا. كاليتي زوينه الصراحه والله العظيم، هذيك اللي كانت عندي ما كانتش كتبين بحال هكا ما نكذبش عليك. واللي زوين فيها انه غير كدوز شي طوموبيله من قدامك كتبدا اوتوماتيكمون تسجل كيف ما كتشوفوا في الطوموبيله قدامي ها هي. وانا غادي نخرج انا حدا الكاميرا وغادي نشير لكم. المهم الخوت هذه هي الكاليتي ديال الكاميرا وبالليل، تخيلوا معايا بالصباح كيفاش غادي تكون. كيف ما كتشوفوا البلاكه قدامكم ها هي كتبان. المهم الخوت الى عجبكم الفيديو ما تنساوناش بارطاجو لايك، انا كنحاول نبارطاجي معكم اي حاجه اللي غتستافدوا منها ونشوفكم في شي فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو في راسكم.